على المجتمع. عقد مجلس محافظة ذيقار لهذا اليوم جلسته الاعتيادية 32 في محافظة ذيقار، وكانت هناك عدة قرارات مهمة لهذه الجلسة. أهم تلك القرارات هو التصويت على المنافع الاجتماعية في محافظة ذيقار بقيمة 123 مليار، كذلك تم التصويت على تسمية مجسر الإسكان الصناعي باسم مجسر الشهيد السعيد حسن نصر الله، كذلك تمت استضافة السيد نائب محافظ ذيقار الأول الأستاذ رزاق كشيش للوقوف على أهم أسباب شحة المياه في محافظة ذيقار والأخوة في الموارد المائية في المحافظة، كذلك تم استضافة الأخ مدير المخدرات في المحافظة للوقوف على هذه الآفة المستشرية حقيقة في محافظة ذيقار، ووجدت ووضعت هناك العديد من النقاط المهمة لمقاومة هذه الآفة والحد منها إن شاء الله. حقيقة هناك المشاريع، هناك آلية وضعت لتوزيع تلك المشاريع، أهم هذه أنه المشاريع للمناطق المنتجة للنفط، وهذا حسب ما أقر من وزارة النفط أو ما موجود في القانون لتلك المشاريع، لكن هناك استثناءات، ومن أهم هذه الاستثناءات هو إنشاء توسعة لمستشفى أو مركز السكر والغدد الصم في محافظة ذيقار، وهناك كذلك تسمية الشارع الثقافي في محافظة ذيقار. ناجحة للحيلولة دون انتشار.